أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصلحي نجاح السياسات التي انتهجتها الوزارة خلال الفترة الماضية في تأمين احتياطي استراتيجي من السكر يكفي حاجة الاستهلاك حتى يناير المقبل، مؤكدا التعاقد على استيراد 850 ألف طن لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك. وقال إنه تم استلام 350 ألف طن وجار تسليم باقي الكميات تباعا حتى أكتوبر 2017، وأن موسم التكرير في المصانع بدأ اعتبارا من شهر يوليو الماضي وحتى نوفمبر المقبل.